السودان مختبر لكل من يريد دراسة التقلبات السياسية وخاصة العسكرية، كما ذهبت إلى ذلك مؤسسة بحثية أفريقية. مع تصاعد الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السودان من أعلى الدول في العالم التي شهدت تقلبات سياسية كان فيها للجيش دور ما، ولكن كيف؟ كان السودان لعقود قبل استقلاله عام 1956 يدار من مصر وإنجلترا، وبعد الاستقلال تشكلت حكومة وطنية مدنية لإدارة البلاد ترأس مجلس وزرائها إسماعيل الأزهري. وبعد عام قام ضباط الجيش بقيادة إسماعيل كبيدة بانقلاب فاشل ضد الحكومة، ولكن انقلاباً ناجحاً قام به الفريق إبراهيم عبود عام 1958،